ولما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في المسجد قال لهم: ألا رجل يأتيني بخبر المشركين يقوم معي يوم القيامة؟ كانت المهمة التي يريدها رسول الله تنطوي على مخاطر جسيمة، فهو يريد رجلاً يذهب ناحية المشركين ليأتي له بأخبارهم بعدما حدث البارحة من رياح وعاصفة وأمطار. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية: ألا رجل يأتيني بخبر القوم يقوم معي يوم القيامة؟ فنظر عليه الصلاة والسلام تجاه حذيفة بن اليمان وقال: يا حذيفة، ائتني بخبر القوم ولا تحدثنا شيئا حتى تأتينا. لبيك يا رسول الله، سأتيك بالخبر اليقين. وخرج حذيفة إلى معسكر المشركين لمعرفة أخبارهم كما طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.